هل تتوقع نهائي مكرر عن مثل نهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد في النهاية؟ الأهلي أيضا لديه مواجهة صعبة أمام الترجي التونسي. بالتأكيد هذا ممكن أن يحدث. الوداد الآن في نصف النهائي، الأربعة فرق في نصف النهائي لديها حظوظ متساوية في التأهل. نعم، سان داونز كما قلت على الورق هو الأفضل، ولكن حينما تبدأ يطلق الحكم صفرة 90 دقيقة تتساوى الحظوظ. الحالة الذهنية في ذلك اليوم، التركيز في ذلك اليوم، الحالة الفنية في ذلك اليوم والقدرة على تنفيذ ما يطلب المدرب من اللاعبين هي التي سوف تحكم من يتأهل ومن لا. نعم، مباراتنا صعبة أمام سان داونز، وقلت للاعبين فلنكن واقعين، نحن لدينا مباراة صعبة ولكن هناك تفاصيل صغيرة يمكن أن نلعب عليها. كنت منذ أيام قليلة متابعا لهذه البطولة الأفريقية من الخارج ولست مدربا لأحد الفرق الأربعة. ترى أن فريق سان داونز على الورق ربما تكون له الأفضلية على الوداد في المباراة الأخرى بين الأهلي والترجي، من له الأفضلية ولو على الورق أيضا؟ بالنسبة لمباراة الأهلي والترجي من الصعب أن أقدم توقعا ما، لأنه الترجي لديه ثلاثة أربعة أو مباريات في البطولة المحلية لم يقدم فيها نتيجة إيجابية، بينما الأهلي يتقدم إلى الأمام في البطولة المحلية وفاز بالسوبر المحلي منذ أيام. ولكن كل هذا لا أستطيع أن أقول أنه هناك فريق أفضل من الآخر، الأفضل هو الفريق الذي سوف يكون واقعيا أكثر في الملعب، الفريق الذي لديه الخبرات الأعلى لحسم هذه المباريات. حتى سان داونز كما قلت وإن كان هو الأفضل، ولكن كل الأربع فرق تملك نسبة حظوظ 50%.